السلام عليكم إخواني أخواتي، تحياتي كل متابعي القناة ومتابعات القناة. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش يعني تربيو الدجاج ليلفاج ديال لي بولي، وشنو خصكم وشنو هما الحوايج اللي مهمين. وهنا كنهضر بالخصوص على الدجاج البلدي، يعني الدجاج البلدي وخليط السلالات. أهم حاجة يكون عندك واحد المكان، سواء الناس اللي عندهم يعني الأرض او عندهم المساحه في الاناء في الفناء الخلفي او حتى في السطوحه. اهم حاجه انا كنقول هي التربه. هنا كتشوفوا اخواني اخواتي دايرين واحد القاعده ديال النوم، وهنا واحد الخشبه. هاد اخواني هاد الخشبه يعني صيبتها من القصب ديال البامبو، كندير فيها الماء او الزرع يعني كيف ما كتشوفوا هنا الرمله. واهم شيء اخواني اخواتي في اي مشروع يعني ديال الدجاج هي النظافه. خصكم يوميا انسان اللي غادي يدير الدجاج وما غاديش يدير له الدواء ديالو، وما غاديش يدير الكبريت، وما غاديش ينظف، لان كتعرفوا بعض حيوانات المنزليه مثل الدجاج او الارانب كيكون فيها بعض يعني الامراض وبعض يعني الحشرات كالبق. كنحاولوا نحاربوهم بتهويه المكان والنظافه المكان كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي. هاد البراز وهاد الزق اعز الله المسامع ديالكم كنجمعوا دائما يوميا في الرمله. انا مخلي لهم الارضيه الرمله كيبغوا يعوموا فيها، لان معروف ان الدجاج اخواني اخواتي كيتمرغ في الرمله. وهذه لاحظوا ان الحمام ديال السباحه ديال الدجاج ليس الماء، ليس كالبط، ولكن هو الرمله. زائد التغذيه السليمه، الدجاج بحال الحوت غير كياكل ما كيشبعش. نعطيهم الوقيته، نعطيهم الماء نقي. هنا اخواني مخليهم هنا في الحديقه ديال المنزل انهم يتمشوا. كل ما يعني كتلاحظوا ان الصحه ديال الدجاج ما غاديش يبقاو ساجنينو، يعني ماشي كيف الناس اللي كيديروا في هذا واحد النوع ديال البراهمي خليط السلالات. يعني كتعرفوا ان البيضه الملقحه ديالو واصله حتى ل 20 درهم. اخي اختي لو وصلتي حتى لهذا الوقت ما تنساش دير واحد اللايك وواحد الابوني، ما تخسر والو اخويا. التعاون مع القناه باش نوصلوا 100000 اخ واخت. هنا كتشوفوا انا طلقهم هنايا، ها الكرموطه، ها البنان، ها الليمون. خليهم هكاك ياخذوا شويه الحشرات وشويه ديال اشعه الشمس. كان عندي واحد القطيع متكون من 5، ومن بعد كيوصل دائما 70 50 قولوا ما شاء الله. يعني فقط طريقه بسيطه جدا. وهذا مكان اخواني اخواتي. هنا عندي واحد الفريخات، هاد الورده لكم الاجمل عيون. تحياتي لمريم من الكويت بطبيعه الحال، كنشكرها وكل خويا نوفل بطبيعه الحال وكل اخوان اخواتي بدون استثناء. ايوا هنا هاد الدجاجات هانتوما كتشوفوا اخواني اخواتي، يعني هما كيحفظوا المكان ديالهم من راسهم كيدخلوا. واخا انا اخواني اخواتي ما بغيتش ندخلهم. خلي لي تعليق في الفيديو، قول لي واش انت عندك الفكره ومشروع انك دجاج. وكتعرفوا اخواني مع الوقت راه غاديه والغلا، كتعرفوا دابا اللحوم البيضاء ولا الحمراء ان الاثمنه فين كيامات 5 دريال 10 دريال، دابا راه البيضه 30 ريال واللحوم البيضاء. يعني هنايا اللي عنده شي مكان يعني كبير او كنهضر مع الناس اللي عندهم بطبيعه الحال صحاب البادي، راه كلهم كيديروا الدواجن وكيديروا يعني هادشي ديال التربيه. ولكن حتى الناس اللي عندهم سطوحه استسمح يقدروا يربيو الدجاجات هكا. الناس اللي عندهم اماكن يعني او حتى كراج مع النظافه، انا كنوصي دائما اخواني اخواتي هي النظافه. يعني الا بغيتي دير الدجاج في السطح ولا في يعني النظافه هي اهم حاجه باش ما تكونش ديك الريحه، ويكون صحة القاطع بصحة جميلة وجيدة.